في تجمع الأحساء الصحي حاولنا هالسنة هذه نعمل تجربة جديدة، وهي الدمج ما بين التدريب العملي أو السريري وما بين محاضرات تفيد المتدربين من طلاب وطالبات الطب في حياتهم العملية المستقبلية. يعني حاولنا نكون فيها أيام مثلا كيفية كتابة السيرة الذاتية، كيفية تجاوز المقابلات الشخصية، كيف إنهم يتكلمون قدام المجتمع أو في عمل المحاضرات والندوات. حاولنا طبعا ان هم نحضرهم للحياه، مهارات التواصل، اخلاقيات المهنه، التعامل طبعا مع بعض الامراض الشائعه والحالات الشائعه. وحددنا الكورس هالمره باسبوعين علشان نقيس تجربتنا وناخذ برضو فيدباك من المتدربين والمتدربات. تقدم لنا صراحه رقم كبير، يمكن فوق 220 طالب وطالبه. اخترنا منهم مجموعه بحيث ان احنا نبدا عليها، وكانت بناء طبعا على معايير وضعناها. تم توزيعهم على 8 اقسام في 3 مراكز مختلفه. كل هالعمليه هذه كانت على فترتين، صباحيه ومسائيه، وكانت باشراف مباشر من سعاده رئيس مجلس الاداره وسعاده الرئيس التنفيذي. يعد البرنامج الصيفي الذي تبناه التجمع الصحي بالاحساء تجربة نوعية تقلص الثغرة الموجودة بين العلم النظري الذي يقدم في الكليات والجامعات وبين التجربة العملية السريرية التي تخاض داخل أروقة المستشفيات. يعد البرنامج فرصة ذهبية للطلبة للحصول على مجموعة من المهارات الإكلينيكية، التدريب السريري المميز، وأيضا مجموعة من المهارات المهنية التي تساعدهم ليكونوا أطباء مميزين في العمل الأكاديمي وفي الوظيفة العملية مستقبلا. ساهمنا بالحضور في العيادات مع الطلبة المتدربين. تعتبر تجربة مميزة جدا لأنها قلصت المسافة ما بين الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين وبين الطلبة، مما يجعل لديهم فرصة بالحصول على هذه الخبرة الإكلينيكية والأكاديمية المتراكمة ممن يسبقهم سنا وخبرة. طلبتنا اليوم طلبة مميزين جدا، أثبتوا كفاءتهم العلمية، قدراتهم السريرية المميزة، وأيضا مقدراتهم البحثية والعلمية التي ينافس فيها كليات المناطق الأخرى في المساهمة بنهضة المجتمع صحيا وعلميا. حاولنا قدر الإمكان أن نعرفهم على جميع الأجهزة الطبية لها علاقة بالأشعة من ناحية التشخيص ومن ناحية علاج لدينا في القسم، وإن شاء الله أنهم وصلوا للفائدة الكاملة من هذا البرنامج الصيفي، ونتمنى إن شاء الله في الأعوام القادمة أن نطور من إمكانياتنا في التعليم والتدريب في البرامج المستقبلية. في الحقيقة التدريب صراحة كان جدا مشابه لما تخيلته، كان يحتوي على فعاليات، كان يحتوي على حالات طبية وإكسبوجر مثل ما أنا توقعت للأمانة. حاولت قدر الإمكان أني أتواصل مع الدكاترة الموجودين معي، حاولت قدر الإمكان أني أكون علاقات جيدة معهم وأستفيد قدر الإمكان منهم ومن الحالات اللي تجينا في الطوارئ، يعني بحكم قسمي، والحمد لله كانت تجربة ممتعة وثرية بالمعلومات. الدكاترة ما عليهم كلام طبعاً، الحمد لله يعني كلهم فريندلي وكانوا بروفيشنال وكانوا يعني مرحبين بشكل كبير للناس اللي جايين يعني يتدربون عندهم، مريحين، حتى يعني لو بغينا شيء احتجنا شيء او حتى بغينا بريك كله خذوا راحتكم. فكانوا بالعكس مريحين في الشغل، بالعكس يعتمدون عليك في الاشياء. يعني مثلا اليوم في الدوام، مع انه دوامي قصير يعني اليوم عشان الافترنون اكتيفيتي، خلتني اكتب الكير بلان حق اكثر من بيشنت، وهذا شيء جميل لان شاركت في كتابه السيستم. يعني مش الكل يعطيك المسؤوليه. بالنسبة لي كان الهدف الأساسي أني أكتشف التخصص اللي أنا أبيه كتخصص الطوارئ، وصراحة يعني توفقت، كانت تجربة جدا جميلة، جاوبت على كل التساؤلات اللي كانت في بالي، وأكثر من ذلك يعني كنت أشوف بقية التخصصات، يعني تعرف كطالب عنده فضول، وصراحة يعني استانست حيل يعني في التجربة، وأحس أنه خلاص يعني موقف طقيت الباب قلت له دكتور بدخل، قال لا بالعكس انا بيك تساعدني وياي، فيعني كانوا حيل يرحبون ويعني يعطونك اكسبيرينس قوي ويخلونك تشتغل وياهم ولا كانك يعني غريب عليهم، كانك من زمان وياهم. فعاليات بعد الظهر عجبتني فعاليه السي في، استفدت منها كثير. يعني انا كنت مسويه سي في لكن بعد الفعاليه حسيت ان يعني مره استفدت، وبعد على السي في حقي واحس انها جيده كانت. وصراحه يعني بحكم اني شخص احب التنافس، انا كومبتيتيف، فالميديكال كومبيتيشن صراحه كانت مره ونيسه،
برضو الانترفيو. يعني مرة عجبني موضوع أننا سوينا موك انترفيو والدكتور علق عليها. صراحة أحس أني استفدت كثير من المعلومات اللي قالها. وللأمانة يعني أغلب الأفترنون أكتيفيتيز كانت رهيبة. يعني بالنسبة لي الاختيار كان صعب. اختاري شخص واحد من اللي معاك في التدريب وتشيء بصراحة. يلا. طبعا رزان. لأنها إنسانة جدا كيوت وإنسانة جدا يعني الأفضل. يعني كانت معنا دائم في التدريب ويعني أساسا كلنا البنات التدريب كنا نساعد بعض. لكن يعني رزان لها مكانة خاصة. عمار السالم. إنزين. عمار السالم كان الليدر حقنا لأول أسبوع. أعتقد أنه نظمنا بشكل جدا رهيب. تواصل مع الرزيدنتس والمسؤولين عنا. سمح لنا أن إحنا ندخل في الأماكن اللي ما كنا متوقعين ندخلها مثلا في الفيميل رومز وما إلى ذلك. فشكرا عمار، الله يعطيك ألف عافية. أختار فاطمة الحبيل. أحب أقول أن أنا يعني أعرفها من قبل بس كانت معرفة سطحية جدا يعني. فشاكرة لها برنامج أن عرفني يعني عليها. أحس أنها شلون ما أعرف أعبر بس أنها يعني معرفتها فاليبل بالنسبة لي. حبيت وفي كثير غيرها يعني بس في كثير معي في الكلاستر ويعني أعرفهم بس أنها هي كونها أصغر مني بسنة ما كان لي فرصة أني أتعرف عليها. فحبيت يعني أن أنا قدرت أشوفها وأكلمها وأسولف معها وأكون صديقتها. طيب أروى الحسين صراحة يعني أول مرة يعني أعرفها كانت في هالبرنامج. الأمانة يعني شخص جدا رهيب وكان بالنسبة لي من أعظم يعني مكاسب البرنامج معرفتها. فصراحة يعني شكرا يعني لوجودها وحماسها. وأذكر واحد من طلاب البرنامج علي موسى كان قايل إن الحي يحيك. أروى الحسين كانت فعلا الحي يحيك بالنسبة لي. علي الموسى كانوا ويانا وكنت يعني احاول اشرح لهم بحكم انهم اصغر مني بسنه فكانوا يجاوبوني. انا ملاحظ اني قاعد اجمع مو قادر افرق بينهم. الله يوفقهم ان شاء الله. هذا العمل تم باشراف وحرص كبير من سعاده رئيس مجلس اداره التجمع الصحي الدكتور احمد الشعيبي وسعاده الرئيس التنفيذي الدكتور خالد الملا. طبعا ما يفوتني في الختام اني اوجه الشكر لابنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات التزامهم وجهودهم وحرصهم في نجاح هذا البرنامج. شكرا لكم جميعا. المتدربين جدا جميل لكن ابي اقول يعني دائما وابدا الجهود هذه ما تجي الا بفريق وعمل. احب اشكرهم جميعا فردا فردا يعني ابتداء من التجمع الدكتوره فاطمه العتيبي والاستاذ عبد الله الفلاح. وكذلك أشكر التيم والفريق على هذه الجهود اللي عملوها. الدكتورة بيان الشهيب، الدكتورة روان التركي، الدكتورة في الثنيان، الدكتور عبدالله الغامدي وأيضا الدكتور محمد المسلمي. جهودهم وعطائهم اللي بذلوه في هذا البرنامج هو اللي ساعدنا كثير أن احنا نشكل هذا البرنامج في صورته المبدئية. وبإذن الله أنه يستمر في السنوات القادمة ويكون أفضل وأفضل. أكيد ما أنسى علي زيد وحسن القطان على جهودهم المبذولة وراء الكواليس والعمل المتقن اللي دائما يبهرون فيه. وهذا أكيد إن شاء الله بيكون أحد أعمالهم الرهيبة اللي عودونا عليها. وشكرا لكل المتدربين لثقتكم لتواجدكم. مبسوطين معاكم. دائما في النهايات يعني نتذكر اللحظات الحلوة وما ودنا أنها تنتهي لكن مثل ما يقولوا لكل بداية لها نهاية. شكرا لكم مرة ثانية. شكرا جميعا.